بهذه النقطة سأتحول إلى الدكتور محمود. فعلا الجميع بشكل أو بآخر يعني لديه آمال كبيرة وربما يقينية بأنه أولا وآخرا ستوقع روسيا على تمديد هذا الاتفاق دكتور محمود، يعني ولن تتوانى عن هذا الأمر؟ بالنسبة للتوقيع رح أعطيك بعض المعلومات. يعني فعليا التحقيق اليوم عم بيؤدي لاستذاب القمع أن أوكرانيا الآن بدأت الإشارة أن استخدمت هذه المسيرات عن طريق الممرات في اتفاقية الحبوب، وهذا خرق للاتفاقية. يعني اليوم استهلكت الممرات التي مفروض أن تكون فيها استخدمت لإطلاق مسيرات ضد جيش القرب. فمن المستحيل أن في رأي روسيا أن توقع بعد هذا الخبر إذا تأكد، أول شيء. ثاني شيء، الاتفاقية سيد الكريمة 7 نصوص يطبق فيها نص واحد فقط، إخراج الحبوب الأوكرانية فقط، بينما كل المطالب الروسية 7 نصوص يطبق نص واحد. لماذا روسيا ستجمد عضلتها حتى يطبق؟ عندما يبدأ الغرب بالتطبيق، الأمم المتحدة بالتطبيق هذه الشروط أو هذه الاتفاقية، اتفاقية سيدتي الكريمة وليس ورقة أن تصدر حبوب، هي اتفاقية أن تخرج الحبوب الروسية، أن ترفع الضمانات، أن يعود السويفت، أن تفتح الأسمدة من تلياتي إلى أوديسا، كل هذا طلبات روسية. طيب، أين لم هذه الطلبات لم تلبى بالأشهر السابقة دكتور محمود، ولكن يعني كنا نشاهد حتى الساعات الأخيرة أو السويعات الأخيرة كان هنالك موافقة وكان هنالك توقيع من الجانب الروسي بالتمديد على أمل على أمل موافقة. نعم كان هنالك أن يتم تمديد. نعم قال أردوغان، قال أتمنى ولكن لم يفعل شيء. أنا قلت عدة مرات لن توقع روسيا، لا تنفذ اتفاقية، يعني اتفاقية بس من طرف واحد هذا ليس شيء. يعني تعودنا اتفاقية مينسك هي كانت فقط لوقف اطلاق النار، وانه اتفاقية كبيرة لم تطبق وبعد ذلك بدأت الحرب. كيف وقعت على تمديدات يعني سابقة يا دكتور محمود؟ وقعت روسيا على تمديدات سابقة، ليست وقعت على ضمانات ان غوتيريس سيبدا بتنفيذ الاتفاقية ولكن تنفذ. هناك كم مرة مددت؟ 4 مرات تمدد، وكان يقدم غوتيريس التعهدات والرئيس أردوغان يقدم التعهدات. غوتيريس مسكين مثل الطبلة بالزفة، ما عم يعرف شو عم يساوي، والرئيس أردوغان كالوعود الكاذبة وازدواجية المعايير. ليس هناك اكثر من الوعود. لن تطبق الولايات المتحدة الأمريكية هذه الشروط لان هي فعليا هي من فرضت العقوبات. لذلك دعنا نكون واقعيين، هذا أول شيء، وكفى أن نقول أن هناك أمن غذائي في العالم. سيدتي الكريمة، أوكرانيا تصدر بحبوب 3% من المردود العالمي من الحبوب، يعني وروسيا تصدر 33%، الرقم هائل أكثر ب10 مرات. أول صحيح. شيء. ثاني شيء، كل الحبوب تذهل إلى الدول الغنية، إلى إيطاليا، إلى بلغاريا، إلى رومانيا، إلى فرنسا، إلى ألمانيا، ويأخذ مكانها سلاح. فكفى أن نقول هناك مجاعة في العالم وشطنة روسيا، هذا كذب بامتياز، ليس هناك أي مجاعة. دكتور محمود، دعنا بالاحتمال، دعنا بالاحتمال الآخر، ماذا لو لم توقع اليوم روسيا فعلا ولم تلبي الأطراف بأن توقع على هذه الاتفاقية وتمديد هذا الاتفاق؟ هل سيشكل فعلا ورقة ضغط على الجانب الغربي؟ هل ستحقق مطالبها ومكاسبها التي كانت ترتجيها وعلى رأسها موضوع العقوبات؟ خطأ أملائي. روسيا موقعة، روسيا ستوقف شراكتها في هذه الاتفاقية، يعني هي موقعة، الاتفاقية موجودة، عندما نبدأ الغرب بتنفيذ بنود الاتفاقية وقع، ولكن تنتهي اليوم دكتور، وقعت ب 22 يوليو أعتقد 2022. روسيا ستجمد مشاركتها ستجمد مشاركتها، الاتفاقية موجودة وروسيا موقعين على الاتفاقية، ولكن ستجمد مشاركتها، لن تنضم إلى اتفاقية الحبوب، هي موقعة منتهية. إذا بدأ الغرب، يعني ليس هناك اتفاقية جديدة، تمام، هناك اتفاقية قديمة روسيا ستجمد عضوتها فيها حتى يبدأ الغرب بتنفيذ كل الاتفاقية، روسيا ستعود إلى الاتفاقية، يعني هو خروج مؤقت حتى يبدأ الغرب بتنفيذ. طيب، هناك تجميد الدور الروسي، هل سيشكل الضغط المطلوب دكتور محمود؟ وهذا سؤالي. تجميد الدور الروسي في هذه الاتفاقية هل سيؤدي إلى الضغط المطلوب على الجانب الغربي؟ طبعا أكيد، لأن روسيا جمدت بشكل نهائي لن تعود إلى التوقيع. يعني كل مساعي أردوغان فشل، وخصوصا بعد الخروج من الثقة، يعني لازم جيد أردوغان خرج من الثقة الروسية بعد أن أطلق سراح أزوف، فأصبح خارج الثقة. ليس هناك أي دولة الآن تستطيع أن تضغط على بوتين بعد هذه الاتفاقية، ونعلم جيدا تم تمديد الاتفاقية فقط هدية لأردوغان قبل الانتخابات التركية من الجولة الثانية في 17 مايو. الآن ليس هناك هدايا،
هناك فقط كلمة واحدة، يجب تنفيذ الاتفاقية. عندما تنفذ طيب. ستبدأ روسيا في المشاركة. يعني هو ضغط بالفعل، ضغط وسائل ضغط طيب. يجب أن يعود الوجه الزراعي إلى السويفت، يجب أن يخرج الأسمدة إلى أوديسا، يجب أن يذهب ترفع الضمانات أو تعطي الضمانات مرة أخرى للسوبر الروسية، وتخرج السوبر الروسية من الحبوب إلى كل دول العالم. وإذا لا ذلك ستقدم روسيا كل الحبوب المتضررة التي ذهبت بالسابق. روسيا عندها احصائيه ما عدد الحبوب وكميتها، ستذهب الى افريقيا مجانا وليس طيب. مقابل مبلغ مادي. يعني ليس هناك اي ازمه امن غذائي في العالم، كل هذا عباره عن تراهات فقط يطلقها الغرب لشيطنه روسيا ولعزل روسيا، فقط حرب اعلاميه لا اكثر سيدتي الكريمه.